ويخليك لنا وهالوزراء المبتسمين عندنا الله يعينهم، شي يرقعون يحاسبون وكيل وزارة، يحاسبون الوكلاء ولا يحاسبون. اليوم رشت علينا شوية شوية مطر رشت، وتقولون وزارة الأشغال لكم جاهزين، فمعالي الوزير طرقنا زينة، طرق بعضها تم كشطة وما تم تسفلت عادي، الكربستون تكسر عادي، يطق اليوم شوية مطر وتغرق الديرة، شلون يا معالي الوزير؟ من مسؤوليته؟ يا ليت تقول حق اللي مسؤول عن المجاري مياه الأمطار صار اليوم شوية رشت وغرقوا. مو مصدقني معالي الوزير، يمكن ما شفت الرسائل اللي انتشرت، ما شفت الفيديوهات. أنا براويك يا معالي الوزير، والله يطول بعمرك، وأدري مشاغلك وايد، إيش تلحق؟ تلحق على المناقصات، ولا تلحق على وزارة الأشغال، ولا تلحق على وزارة الكهرباء، المسؤوليات وايد. عطني التقرير حتى معالي الوزير يشوف التقرير، عطوني التقرير. ما حطوا تغرقة الظاهر، مو هذه مو الغرقة، في تقريرين ثانيين ما شاء الله باكر نعرضهم، باكر عفوا ما حطينا التقرير كامل، بس باكر اوعدك مع الوزير احطه كامل عشان تشوفه. يا ليت الاعداد التقريرين الخصوصي بالغرقة يجهزون على اساس باكر نعرضهم. صار حال